زيارتنا اليوم اللي قادتنا الى ولايه بسكرة. بسكرة ولاية غنية كثير بكل مواردها الطبيعية، فقمنا بزيارة لمنشآت طاقوية عديدة، وضعنا في الخدمة العديد منها مثل مراكز تحويل الكهرباء، وكذلك وضعنا حجر الأساس لمشروع مهم وهو مشروع توليد الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية، ومن أكبر المشاريع على المستوى الوطني، 220 ميجا وات في كمحطة شمسية للولاية، واستتبعها محطة ثانية كذلك في ولاية بسكرة. المشروع الكبير الثاني وهو مركز تحويل الكهرباء 400 كيلو فولت، وهو من أكبر محولات مراكز تحويل الكهرباء على مستوى الوطني. بالنسبة للمجال المنجمي، ولاية بسكرة ولاية غنية بالمجال المنجمي، وهذه إلا عينة اللي شفناها اليوم لمصنع الملح الذي طلبنا أن الآن بعد التحكم التام في سلاسل الإنتاج مادة الملح، لازم نروح إلى تطوير هذه المؤسسة لإنتاج مواد أولية ذات قيمة إضافية كبيرة. المصنع الثاني اللي شهدناه في ولاية بسكرة هو مصنع الحصى. مصنع الحصى مهم جدا لأنه هو من أكبر مصانع الحصى على المستوى الوطني، 500,000 طن. تزامنا ودخول فصل الصيف، تتواصل أشغال تهيئة الإنارة العمومية لتشمل عدة أحياء. والعينة من حي شلعلع ببلدية المدية. الحمد لله يا ربي، كما يقولوا اليوم الدعوة راهي ضاوية، وليدنا راهم يخرجوا يعني الطريق ضاوية، نطلعوا نصليوا وفي الضوء، وليدنا يلعبوا هذيا، نقولوا يعني ينحوا ضيق خاطرهم. كانت هنا الواحد يخرج بالضوايا، يخرج ما يقدرش يخرج مريض ما يقدرش، واليوم رانا الحمد لله على كل حال راهي بلدية قائمة بدور تاعها. تواصل المصالح بلدية المدية ليلا ونهارا صيانة وترميم الإنارة العمومية التي مست مختلف أحياء بلدية المدية. نقول أن العمل الإنارة العمومية على مستوى بلدية المدية مشتعلة وشغالة 100%. إلى جانب هذه العملية، تم إطلاق حملة لتزيين المساحات الخضراء ورفع النفايات الهامدة مست الشوارع الرئيسية وكذا الأحياء الكبرى في المدينة. العملية هذه تزامنت بعمل آخر بالمناسبة، وهو عملية تطوعية كبيرة مست مدينة المدية، تمثلت في إعادة تأهيل وتهيئة المساحات الخضراء، صباغة الأرصفة وتنقية الطرقات، رفع النفايات الهامدة من مستوى كل الشوارع الرئيسية والأحياء الكبيرة للمدينة استقبال موسم اصطياف في أحسن الظروف. إجراءات استباقية من شأنها توفير البيئة المناسبة لاستقبال فصل الصيف بظروف ملائمة. في زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية سقهراس، السيد عبد الرشيد طبي يشرف على تشكيل المجلس القضائي الجديد بعاصمة الولاية، حيث أبدى السيد الوزير رضاه على المشروع القطبي المسلم مؤخرا إلى الولاية. كما أكد السيد الوزير عبد الرشيد طبي على تقديم كل التسهيلات للمواطن وسهر الإدارة على حماية وراحة المواطنين، ليقوم بعدها السيد الوزير بزيارة وتفقد المرافق الخاصة بذات الصرح ومراقبة الخدمات. الرقمنة هذه عملية أرشيف يدويا، يعني أنا به نبحث على ملف نروح يعطوك الملف اللي طالبينه، يعني بالمفروض ترجعي للأرشيف لي ليزاسونسور ما يمشيوش، لي كليماتيزور طايحين، لي بورت مكسرين، لي بواني مكسرين، ما درنا والو. هذه هو الشيء المطلوب، يعني توقفوا على العناية بهذا الشرح هذا باش يبقى بهذا الجمال وهذا الكيفية هذه، ويؤدي الشيء إن شاء الله. نرجع فيه بالنسبة لتحسين
خدمات خدمات المرفقية وخدمات القضايا بصفة عامة. المتقاضي درجة الأولى والمواطن بصفة عامة. منطقة سودهراس يعني منطقة عزيزة على مدننا التاريخية. في إطار نشاط الردع لوحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بنعمة للمحافظة على الاقتصاد الوطني وصحة المواطنين ومحاربة ظاهرة التهريب وبيع السلع المقلدة لوضع حد لممارسة هذا النشاط، تمكنت فرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمصرية في عملية نوعية من حجز كمية معتبرة من مادة التبغ شمة مقلدة من مختلف أنواع قدرت ب 300,000 و5,730 كيس، منها 28,200 كيس منتهية الصلاحية. العملية جاءت إثر معلومات واردة إلى مصالحنا ومؤكدة مفادها وجود شخص يقوم بالمتاجرة في هذه المادة وتخزينها بمستودعات على مستوى مزارع إحدى المزارع بمدينة المصرية. بعد إخطار السيد وكيل الجمهورية تم تفتيش المستودع وحجز كمية معتبرة من مادة الشمة المقلدة وبدون فواتير. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم مشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة. يضع الدرك الوطني الرقم الأخضر 1055 تحت تصرف مواطنين للتبليغ وموقع الشكاوي المسبقة والاستعلام عن بعد في بيجيان وأمديان وديزل. قام وزير التربية الوطنية السيد بالعبد عبد الحكيم بزيارة عمل وتفقد لقطاعه بولاية المسيلة، أين عين ودشن عدة مرافق وهياكل بيداغوجية أنجزت وأخرى طور الإنجاز سيتم استلامها قبل الدخول المدرسي المقبل. كما أعلن وزير التربية الوطنية أنه بإمكان المترشحين لامتحان شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا سحب استدعاءاتهم بداية من الأسبوع الأول من شهر ماي المقبل. بالنسبة لهذه الولاية سيتم استلام 7 مدارس ابتدائية و7 متوسطات و3 ثانويات، فيما سيتم تنظيم امتحان شهادة البكالوريا لنفس الدورة بين أيام يعني من يوم الأحد 9 إلى يوم الخميس 16 جوان المقبل بحول الله. الجديد في اليوم الذي أعطيكم إياه هو أنه الشروع في سحب استدعاءات اجتياز هذين الامتحانيين امتحانين يعني امتحان شهادة التعليم المتوسط وامتحان شهادة البكالوريا. بالنسبة لامتحان شهادة التعليم المتوسط سيتم الشروع في سحب يعني يقدر المترشحين يشرعوا باش يديوا الاستدعاء تاعهم ابتداء من يوم الأحد 5 ماي المقبل إن شاء الله، فيما سيشرع أبناؤنا وبناتنا المترشحون المترشحات لامتحان شهادة البكالوريا دور 2024 في الحصول على استدعاءات اجتياز الامتحان ابتداء من يوم الخميس 9 ماي 2024. بالنسبة للمتمدرسين سحب هذه الاستدعاءات يتم عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، يتم كذلك على مستوى المؤسسة إن رغبوا في ذلك، فيما تتم نفس الإجراءات بالنسبة للبكالوريا. يعني كاين الموقع تاع الديوان، كاين فضاء الأولياء، كل الأولياء المنخرطين في الفضاء الرقمي للتربية الوطنية الخاص بهم بإمكانهم سحب هذه الاستدعاءات من هذا الفضاء، وبإمكانهم كذلك سحب هذه الاستدعاءات من مؤسسات التمدرس. شارع هامة انطلقت لفائدة المناطق النائية ببلدية أم العظام بولاية الجلفة تهدف لفك العزلة عن الساكنة وكذلك تسطير وتدشين عدة برامج تنموية أخرى. سهلا بك وسهلا بسيد الوزير اللي زياتنا سمعتني ثاني كفر خيرها ثاني وزجيها خير إن شاء الله.
وان شاء الله اللي ما زالت تخص ان شاء الله جاها تجي من اول. جي ان شاء الله. ان شاء الله تجي. هذه الزياره التي اندرجت ضمن تحسين ظروف التكافل الانساني والمعيشي بهذه المنطقه، سيما بمدى تقدم مستوى التمدرس وتوفير كل المرافق الهامه لفائده المنطقه. ترميمات تاع المدارس 13 مدرسه مما يسمح لابنائنا يلقوا كل ظروف الراحه وكل ظروف التمدرس لكي يتعاطى اكثر واكثر ل يعني الدراسه تاعو ويكون ناجح بامتياز. ايضا كي نهضروا على مركب رياضي جواري، الوليد مسكين ما عندوش وين يلعب، ما عندوش وين يمارس الرياضه. وكما نقولوا احنا الرياضه العقل السليم في الجسم السليم، واش ذنبو يروح 140 كيلومتر باش يدير الناطاسيون يدير السباحه ولا يلعب كره القدم؟ راح نديروا له مركب جواري رياضي جواري، لا تكون فيه قاعات رياضه، قاعات مطالعه، تكون فيه ملعب، تكون فيه كذا، مما يسمح لابنائنا يمارسوا هذا، وهذا مكسب عظيم يعني يضاف الى المآسم الاخرى. مشاريع تنموية لفائدة المناطق النائية تضفي بعدا استراتيجيا اكبر تعزيزا لمسار التنمية بالولاية المنتدبة مسعد. الخبر الرياضي تعلم رياضة الصحافة مصادر مش مؤسسة يسكن مع البركة اللي ما شاء الله بشهادة الدولة. بالنسبة لي وبالنسبة للدولة الجزائرية، الإعلام الخاص جزء لا يتجزأ من الإعلام الوطني، لا يتجزأ من الإعلام الوطني، بل ان الاعلام الخاص يمثل تقريبا 90% اكثر من 90% من الاعلام الوطني. شو الاعلام الوطني يمثل؟ 6 صحف عموميه و 9 قنوات عموميه، ما عدا اذا حين الاذاعات هي تشكلها، اما الباقي كله خاص. المواقع الالكترونيه كلها خاصه، الصحف الورقيه كلها خاصه، القنوات التلفزيونيه يعني الغالبه خاصه حوالي 70%. هذه الدورة التي تأتي بعد انتهاء السنة المالية 2023 التي سوف تسمح لنا بتقديم عرض حصيل النشاطات المنجزة خلال هذه السنة. واقع وأفاق السياحة الساحلية بولاية شلف، وبهذا قدمنا عرضا مفصلا حول هذا الواقع كونه يتعلق بالسياحة الساحلية، كان متصدرا بملف تحضيرات موسم اصطياف لسنة 2024. كان أشياء جميلة جدا لتحضيرات هذه السنة، وهو التحضير المبكر للموسم، تقريبا بدأ من شهر نوفمبر 2023، إضافة إلى العمليات الجديدة التي استفادت منها بعض البلديات الساحلية عن طريق ميزانية الولاية، والذي تفوق 12 مليون مليار في هذه العمليات. تطرقنا للسياحة التاريخية بما فيها وخاصة مدينة نس، لتعرف كمتحف، متحف على السماء مفتوح بمعالمه التاريخية، سيدي معيزة ثاني مسجد على مستوى الوطني، والقصبة اللي عمرها 11 قرن، وعندنا منارة المنات سيدي مروان، وعندنا الطومبو فينيسيا، مقبرة فينيقية، مسجد سيدي معيزة اللي هو معلم تاريخي. اليوم نحن اليوم نقف تكريما لمنتدى احياء
إحياء اليوم الوطني للعلم وذكرى 68 استشهاد البطل الرمز السوداني بوجمعة ابن جالما، أقامت مدرسة فرنال العربي حفلا مميزا لتكريم التلاميذ المتفوقين والمتميزين في مختلف المسابقات العلمية والثقافية والرياضية والدينية، لا سيما حفظ القرآن الكريم. اليوم حفل سنوي بمناسبة الوطنية ليوم العلم، هذه المناسبة نقوم بتكريم أبنائنا التلاميذ لنبين لهم أن العلم أساس الحياة، بأن البر بالعلم يكون الرقي. هذه التكريمات هي خاصة بعدة مسابقات خلال السنة، مسابقات فكرية ما بين المدارس سنة خامسة، مسابقة دينية حامل القرآن اللي قمنا بالمسابقة في أيام شهر رمضان المبارك، كذلك مسابقات رياضية سيتم تكريم الفائزين اليوم بإذن الله. أحيانا للذكرى المزدوجة وهي عيد العلم المصادف 16 أبريل، وكذلك استشهاد البطل ابن هذه الولاية ولاية قلمة التاريخية الشهيد سوداني بوجمعة. وككل سنة تعرف المؤسساتنا التربوية وخاصة الطور الابتدائي أنشطة علمية مختلفة وثقافية يتم في هذه المناسبة أو بهذه المناسبة تكريم التلاميذ المتفوقين في حفظ القرآن، متفوقين في الدراسة، وكذلك تتويج مختلف فئاتنا التلاميذ الذين يشاركون في مختلف الأنشطة العلمية والثقافية.